حيث قال الوفاة الوقع يوم الجمعة يوم السبت الماضي. يوم الجمعة الماضي وكانت قدمت تعازي للأسرة ديال الفقيدة المشجعة الرجاوية والأسرة ديال النادي ديال الرجاء البيضاوي. كيف ما قال السيدة الرئيسة أن الموضوع ديال المركب الرياضي محمد الخامس كان على طاولة جدول الأعمال ديال المكتب يعني منذ أكثر من 6 أشهر. كنا غادي نجيو الاتفاقية ديالو والموضوع ديالو في الدورة ديال فبراير، لكن أرجئ إلى حين مصادقة على اتفاقية الإطار اللي كانت مع الشركة ديال التنمية المحلية، وكان غادي يكون نقطة من جدول الأعمال ديال الدورة ديال الليل الحالية، لكن أجلنا الأمر إلى الدورة الاستثنائية المقبلة إلى حين استكمال واحد المعطيات المرتبطة أساسا بقطاعات أخرى للجهاز المشرف على كرة القدم اللي هو الجامعة والوزارة الوصية اللي كتشتغل على الملف ديال تأهيل ديال ترشيح ديال المغرب ل 2025 من المركب الرياضي محمد الخامس، واحد من الملاعب اللي تصور هذا الملف ديال ترشيح ديال المغرب. وبالتالي كاين واحد الرهان عندنا كمدينة وكاين نية مبيتة. أنا أنفي جملة وتفصيلا الأخبار اللي كتروج حول أنه نية مبيتة لإغلاق الملعب، هادشي ماشي صحيح. النية المبيتة اللي كاينة هو تأهيل الملعب وأنه يكون في الموعد ديال 2025 كملعب يحتضن المباريات ديال الكأس الإفريقية إن شاء الله الرحمن الرحيم في حالة الاحتضان ديالها من طرف المغرب. إذا كان واحد العمل يعني مع الأجهزة الوصية، كانت لجنة تتبع مبرمجة. إحنا قدمنا الموعد ديالها، كنا غنديروها مباشرة مع هذه الجلسة هذه، ولكن مع الطوارئ الحديث اللي وقع يعني في يوم الجمعة اضطرينا أننا نديروها بالأمس يعني يوم الأربعاء. في الموضوع ديال التقرير ديال المجلس الجهوي للحسابات، في الموضوع ديال لاجونسيس والمستجدات ديالها، وكذلك في الموضوع ديال الاحداث اللي رافقت المقابله ديال الرجاء الرياضي مع النادي ديال الاهلي المصري. كان نقاش بالحضور ديال جميع المتدخلين يعني دام تقريبا اكثر من 3 ساعات. خلصت اللجنه، استمعنا بدايه الى عرض الشركه المنتدبه كازا ايجنت حول يعني العملية التنظيمية يعني في يومي الجمعة ويومي السبت، كل ما يتعلق بالتنظيم يعني بالتذاكر بالولوج بالخروج واحد مجموعة ديال الأمور. أقف هنا لأشيد أولا بالمجهودات اللي كتقام إدبان كل مقابلة، مجهودات كبيرة وكبيرة جدا اللي كيقوموا بها جميع المتدخلين، لا سلطات أمنية ولا سلطات إدارة ترابية ولا قطاع صحة ولا مجموعة من المتدخلين، مجهودات جبارة كنوقفوا عليها كل مقابلة فيها واحد الأعباء كبيرة يعني لابد من إشادة المجهودات. طبعا المركب الرياضي محمد الخامس حديث عليه والإشكال القديمية ديالو ليس وليد اللحظة، هو يعني منذ سنوات وكاين فيه إشكالات تنظيمية صعب التجاوز ديالها بالنظر إلى قدرته الاستيعابية. يعني اليوم المركب تيهز 43,000 حتى 45,000، وبالتالي الطلب عليه يتجاوز 80,000 و90,000، راكم تتعرفوا هاد الشيء هذا، وهذا كيخلق صعوبات تنظيميه جنب مهما تكون الوسائل اللوجستيكيه ولا الموارد البشريه ولا واحد المجموعه ديال الامور. كذلك موقعه في وسط حي سكني مكتظ يعني كيتصعب العمليه ديال التطوير وديال التنظيم، فلذلك هذه مشاكل يعني مزمنه. الحل ديالها يكون عبر انجاز الملعب الدار البيضاء الكبير، وهذا تحدي اللي خصو يكون عند جميع المتدخلين والسلطات والمجلس المنتخب في الافق ديال 2030 ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هو غادي يحل هذه الاشكاليه الكبيره اللي هي دائما كتفرض الوجود ديالها خصوصا في المقابلات الكبيره. قدمت الشركه معطيات كثيره يعني امام انظار ديال اللجنه حول هذه المقابله هذه. فيما يخص حادث الوفاه، ما كانش ممكن اننا نتكلموا على الحيثيات ديالو والملابسات ديالو، لان تحقيقا يعني رسميا فتح في المجال من طرف السلطات المختصه، وبالتالي لا يستقيم ولا لا يعقل اننا نتكلموا على اشياء اللي جاري فيها واحد البنت. خلصت اللجنه يعني في الاجتماع ديالها الى انه يتعقد اجتماع ثاني قبل الجلسه ديالو الثانيه ديال الدوره الحاليه، مع وتحضر له الشركه ديال كازا النجوم باش تقدم لنا عرض حول الاشغال المنجزه.
والتفاصيل ديال هذا الإلقاء باش يمكن نستدعيو اللجنة الدائمة باش يكون نفس العرض وتكون الحضور ديال الشركات الثلاثة اللي هما كاينين لا كازا باقريما ولا كازا إيفنت ولا كازا أميناجمو. وكذلك نجيو حنا كمجلس بما الخلاصات ديال العمل ديالنا مع القطاعات المعنية لا الجامعة ولا الوزارة المعنية، لأنه كاين برنامج رسمي ديال تأهيل الملاعب الستة اللي هي مرشحة لاحتضان كأس إفريقيا، والملعب المركب الرياضي محمد الخامس يعني في الصلب ديالها. وغادي يكون الاجتماع ديال اللجنة الدائمة من وراء الدورة إن شاء الله الرحمن الرحيم مباشرة باش يكون نقاش مستفيد ومستفيد جدا باش المجلس يحسم الوجهة اللي غادي نمشيو فيها في هذا الملف هذا. إذا كاين اجتماع غادي يكون يعني قبل من الجلسة ديال 18 مايو، غادي تكون في كازا أميناجمو باش تقدم يعني عرض مفصل حول الأشغال اللي تمات. اتفقنا على أن هذه اللجنة تتبع مركب الرياضي محمد الخامس، ما يمكنش نبقاو كنجتمعوا مرة في 6 أشهر أو مرة في 3 أشهر في الأسبوع الأخير من الشهر الثالث. اتفقنا على أساس أنه يعني تقريبا المجلس الجهوي ديال الحسابات تمشي الأجوبة لما يكون نهائي، غادي يكون موضوع يعني نقاش يعني مفصل. في لاجونسيس قدمنا التفاصيل كاملة ديال من البداية ديال القصة ديالها إلى اليوم. اختبارات أجريت يوم الجمعة ويوم السبت موازات مع المقابلة ديال المدير بالدرجة الأولى، لأن كان ضروري قياس هذوك الاهتزازات في الدرجة ديالها واش هي في تيوريك موراها عادية أو لا تتجاوز هذيك النسبة اللي متعارف عليها، وبالتالي كيمكن يكون فيها الخطر. هذا من الصالح الأول ديالو أنه نجزمو به. المكتب المختبر العمومي ديال الدراسات وديال الأبحاث إل بي دوزو عطانا أقصى هو 3 أسابيع بالضبط يعطينا الحصيلة، آنذاك بناء عليها بعد أولا غادي تقرر إما الفتح ديال لاجونسيس أو استمرار الإغلاق ديالها إلى حين إنجاز إصلاحات اللي غيمكن يقررها في حالة وجود إشكالية. في حالة وجود هذه الإشكالية راه غادي تفتح يعني المنطقة 6 مباشرة. هذه الخلاصة ديال المجرى في اللجنة ديال التتبع اللي كان فيها نقاش حقيقي، كان ثاني نقاش يعني مسؤول ونقاش اللي هو يوم موضوعي. لكن انا تنأكد بان المركب الرياضي محمد الخامس ومركب الامل ومجموعه ديال المركبات، حنا اليوم عندنا تحدي ديال 2025 وهذه فرصه باش نغتنموها لتأهيل المرافق ديالنا وكذلك للخروج من هذه الاشكاليه ديال التبرير ديالها. واملنا اننا في القريب العاجل يعني اللجنه الدائمه انها تنعقد ونجيو بالخلاصات بالمعطيات، وللمجلس ديك الساعات سيدي نفسي في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. شكرا لك يا رئيس.